شي مرة فكرتوا تعملوا بوكيه فلور او باقة من الورد بس بخليط ومزيج الوان مش كتير معودين عليهم؟ كندا فكرت بارض وورد. هدولا كيفك؟ منيحة أنت؟ حلو اليوم، كله ورود بورود. إيه وخي أنت اليوم كمان مودك حلو، نهار التنين. إيه إنه إيه مع إنه التنين بس إنه بدنا نتشارك سوا والجمهور ناطر والمشاهير مشاهدين. أنا بحس لأنك شفتي الزهور هيك صار مودك حلو كمان. خلص وجودهم والألوان وهيك بيعطوك هيك صحيح. ومثل ما قلت اليوم المزيج الالوان يلي رح نستعملها هو مزيج شوي خارج عن المألوف، لانه عاده نحن كثير معودين انه بنقسم الالوان، في عنا الوان الحاره يلي بنستعملها سوا، والالوان يلي هي ما بدي اقول بارده بس اللي بتجي التوناليتي تبقولها بين الروز والموف والزرق مع بعضهم كمان وبنقسمها سوا. اليوم جامعينهم مع بعض لحتى يطلع عنا ارانجمون خريفي اذا فينا نقول بال الالوان، بس مع لمسه ربيعيه، يعني هذا الخريف الخريف الربيعي اذا بدك. ومثل ما شايفين الالوان اللي رح نستعملها، استعملت نوعيه الورد بالتحديد لحتى ما يطلع عندي كثير تعجيق كمان به الارانجمون. وهيدي الزهره الاورانج اللي فيها هالمزيج شوي او فيها التوناليتي الزهر هي اللي وحيت لي انه اذا بنحط حدا لون الفوشيا القوي كثير بيعطي كونتراست حلو. إذا رح فرجيكي عادة مثلا جام الألوان يلي بنستعملها، أوكي أورانج بيقدر يروح مع اللون الأخضر، هدول بيعملوا جروب لحالهم، وكتير معودين نحن على ألوان يلي هي فوشيا مع الموف كمان طبيعي انه نقدر نحبهم، مع انه هن الوان بيعملوا كونتراست مع بعض، بس هن بيدوا ليه الالوان معودين عليهم يكونوا سوا، حتى الاخضر والفوشيا الاخضر والفوشيا، ولانه فيها القاسم المشترك بيناتهم، اذا كان جمعنا هاللونين مع بعض رح يعطوا كونتراست حلو كمان، خاصه اذا منكحلهم لحتى ما كتير يطلعوا قوية زيادة باللون الأخضر. مثل ما قلت يلي بيروح مع الفوشيا بيروح مع الأورانج، فإذا حطينا شيء بالنص يعدل بيناتهم، وبتشوفي قديش اللون بيفرق وقتها بتخلطيه مع ألوان قوية. هلا بتشوفي بس تنجمع الموف قديه رح يعطي تلوين كتير غير شكل لهالمزيج الألوان يلي عم نستعملها. فإذا هو هن مجموعة الزهور ورح نبلش نجمعهم، اخترت إنه نشتغل بوكي كلاسيكي بمعنى الشكل المدور يلي عادة معودين عليه، وبهالطريقة إذا بدنا نشتغل بنحط كل الزهور حدنا لحتى ننقي، يعني بدنا نبلش نجمعهم إذا بدنا إنه يكون موزع بشكل صحيح الأرانجمون، بناخذ من كل جروب زهرة بهالطريقة بنبلش شوي شوي نكبر الأرانجمون تبعنا. رح نجمع هول كلهم مع بعضهم؟ هدول كلهم مع بعضهم رح ندورهم. ايه عندي لونين من الفوشيا كمان فاتح وغامق شوي، افتح ايه مع شوي توناليتي ابيض على على الطرف لحتى هيك يعني يكسر كمان يكسر، نيجي شوي بشكل تدريجي. فمنجمع الاربع الوان مع بعضهم. بحس بس انه اذا هيك بوكيه فلور بدك تقدميها لحدا لازم يكون اكيد هذا الحدا كاركتير مش كلاسيكي، او بيقدر يكون كلاسيكي. معقول؟ رح يحب. هلا بتشوفي بس نخلص بتقولي لي هيك لمين الارانجمون. هلا بس رح نشتغل الارانجمون كله بنفس الطريقه، بس الشيء اللي بدي انبه عليه هو وقتها بدنا نشتغل هيك نوع من الارانجمون، اول شيء اذا ملاحظين منطفين كل الزهور من الشوك تحت لحتى نسرع بيه الشغل، والطريقه يلي بنشتغلها بنمسك بايد الشمال البوكي اللي نحن بدنا نشتغله، والزهور بدها تيجي بشكل مايل، يعني وقتها بدي حطها بدها تميل بهالطريقه بينجمعوا بيطلع الراس أوكي. كله مبروم على بعضه. اوكي بنرجع بناخذ الموف ولا بصير في فراغات بين بعضهم؟ شوفي كيف بنمسك ايه مزبوط أوكي. او بينكسروا الزهور، نمسك بدها تكون مايله ونبرمها لحتى نكبر الارانجمون شوي شوي. بلشوا يبينوا الالوين، شو رايك؟ لهلا حابه انا، بس ما بعرف اذا بس يكتروا اوكي. شو قولك؟ لا حلو. شو قولك يا شيف شادي؟ شادي ما بدنا نحكي معه بليز لانه انا حيمرضني. بلشت بالقلي انه عم شم صار لي من الصبح خلص اوكي. وبهالوقت رولا لبين ما
يكون بين الارانجمون، كل ما يكبر كل ما رح تشوفي قوه الالوان اكثر. رح اعرفكم اليوم كمان على احد احدى سيدات يلي هي ست ليلى عجم، وهي عندها حب ما بدي اقول لك قديش مخيف كبير يعني مخيف بالنباتات والزهور، ونحن رحنا زرناها ببيتها لحتى تعرفنا على مجموعة الأزهار، مجموعة النباتات يلي هي موجودة عندها، وإذا بقول لك بكل زاوية بالبيت في زهور أو في نباتات ما بكون عم بالغ. نشوف سوا الروبورتاج. يلا. بحب أعيش بالطبيعة، عملت بيتي لحظي كله هيك أخضر أصفر زهر كلها يعني كلها بالطبيعة، حتى اللوحات عندي إياهم كمان إنه زهور وورد وهيك، يعني فيك تشوفي لون ريحة عينك كل حواسك بتشتغل لما بتشوفيهم. وبعدين أنا دايماً بعمل حسب المناسبة، بحط أنواع الفلاورز والزهور يلي هي مثلاً كان هذاك الشهر عن البريست كانسر كان كله زهر تساوى، هلأ جاي الكريسماس كله بيصير أحمر وأخضر بيصير، فيعني كل مناسبة بحب أحط الألوان يلي بتساقب المناسبة، يعني بتفوتي على بيتي ما بتحتاري نحن بأي شهر. هلا امتى ما بفتح الشباك بلاقي زهور، مش انه بدي الاقي بنايه، بطلع بالزهور قبل ما اطلع بالحجاره ولا البنايه العاليه ولا الازاز المسكر. بغرفة النوم دايما في بلانت فريش وان، حتى بالحمام عندنا الحمام الفيو تبعه بياخذ العقل كمان كثير حلو، حطيت زهور بالزهور وبلانت مزروعة يعني بتنسقى كل يومين ثلاثة، يعني ما بياخذ لا من وقتي وما بكلف كمان كثير لأنه بحط الزهور اللي بتضاين، فإنه ما عندي ولا اكسكيوز ما ساوي لا أنا ولا غيري. لا قد ايه حلوين الورود بالبيت، شفتي عن جد مخليه زاويه ايه ممنوع يعني حتى اذا لاحظتي بالحمام عندها زهور يعني باي زاويه من البيت. الحلوه الجمله يلي قالتها انه اذا بدك تعرفي المواسم بتجي لعندها على البيت، لانه بكل مناسبه بكل موسم في عندها نوع ورد وعندها زينه مختلفه من الورود. والارانجمون تبعولنا بلش يبين الالوان مثل ما قلت يلي هي الوان ريغ، يعني ما بدي اقول ريغزه بس هي الوان منا الفاتحه الباستيل يلي عاده بنستحليها خلال فصل الخريف الفصل الربيع، بتبلشي تحبي الالوان الاصفر الروز بال هالالوان يلي هيك بتبقى ناعمه. هون لا الالوان قويه لانه جايين على فصل بعد شوي فصل قاسي فصل الشتاء، وبنفس الوقت فيها هيدي لمسه الالوان الحيويه كمان. مين قال انه الخريف لازم يكون دائما هيك لون او لونين او لون او لونين مثل ما قلتي، وهيدا البوكي كل ما يكبر اكثر كل ما احلى ببين الالوان اكثر كل ما بيصير احلى. فاذا عم تشوفي كيف صاروا الاغصان رولا من تحت من الكعب انا مغرومه كثير عم بيروحوا الاخضر والفوشيا ايه لانه والاورانج ما حبيتيه بلا حلو بس هو هيدي التوش شوي غير شكل انه إيه؟ غيرتي قام الالوان يلي عم تستعمليها بهيك نوع من الارانجمون. جيت لحط الورده هون شوفي كيف ما بيزبط يعني إيه؟ هون ننتبه كثير نحن عم نشتغل انه كتروا الاورانج، رح نحط بيناتهم لون الاخضر لحتى تكمل البوكي معنا. وشوفي الفاز يلي رح نشتغل فيه كمان نقدر اكيد هيك ارانجمون ما بقى نضيف له ابدا ولا خضار ولا اي شيء، وبنقدر انه الفاز يكون كثير بسيط بنفس الوقت بنزينه بشيء كثير هيك صغير يعطيه جمال حلو. اوكي رح نحط لون الاخضر، فرجيني هون شو صار عنا. اوكي بعتقد صاروا البوكيه حلوه وكافيه لحتى
بالاخر هون بدها ايدين كبيره، كل ما بتكبري ساعدك الارانجمون كل ما بتحتاجي انه تقدري تمسكيهم بشكل جيد. لا ماشي حال. هلا كيف بدنا نربط الارانجمون؟ انا بفضل دائما انه ينربط لحتى يضل محافظ على الشكل تبعوله، وينربط دائما بخيط مثل ما شايفين بجزع وحده. مزبوط. فاذا بنبرمه بنحط اثنين هيك بنفوته بجزع او بتيج وحده من الزهور ومن لف، مش ضروري انه كثير نشد. اوكي لحتى هلا صار ثابت، نرجع مندخله بهالطريقه هيدي. وهون بقى بدنا نقيس قديش رح يفوت بالفاز، قديش لازم نوطي هيك ارانجمون حلو انه يكون جاي على قياس الفاز من تحت على الكعب. فاذا بدنا نقصقص، وهلا يمكن كان لازم نكبره شوي بس هلا بنشوف. بدنا نقص حلوين، وهون بقول دايما نخلي المقص يكون مقص حد، يعني وقت نقص من مره وحده يقص معنا مش يعلق. لحتى سرقت منك ورده، انا كنت رح اقدم لك اياها يا رولا. اوكي فاذا بنقصهم كلهم سوا، ومثل ما قلت كثير مهم انه يكون المقص مقص بيقولوا طيب، يعني مقص يقدر يقص مزبوط. وهيك رح نحطها بقلب الفاز. الفاز يلي هو كمان غلفناه بورق اخضر، هيك ما بيعطي انه كثير شفافيه، لانه مع هالالوان الشفافيه بتصير كثير بايخه، فينا نقول هي الكلمه بايخه. واكيد بعد ما نحط الزهور رح نعبي المي، ودائما بطلب من الاشخاص انه ما يعبوا الفاز على الاخر، تقريبا نص التيج تكون مغطسه بالمي بيكون كثير كافي لحتى نضمن انه الزهره عم تشرب مزبوط بدون ما يعفن التيج تبعها لانه محطوط لفتره طويله. لحظه بس قد ايه؟ اوكي تقريبا نص الفاز. أوكي. شيء انه يكون نص التيج مغطى بقلب الميات. وهذا الرانجوان فينا نحطه وين ما بدنا بالبيت، فينا نحطه على طاوله واطيه لانه ما بيحجب النظر كثير، وفينا نحطه لحتى نستقبل الاشخاص يلي جايين لعنا هيك مدخل البيت، اكيد بيكون استقبال كثير حلو. واستقبال للخريف كمان يلي هلا الشتويه كمان بلشت، يلي بلشت بكل تغيراتها، تغيرات الطقس وتغيرات انواع الازهار يلي رح نشوفها كمان خلال هالموسم. انا بدي اتشكرك وان شاء الله كل ايامك ورود بورود. وانت كمان رولا ميرسي. نحن بدنا نتوقف هلا مع فاصل اعلاني، من بعدها اولادنا بالدنيا.